معلومة لازم تعرفها إن البلاد سبلاي مظاهرات بيجي عن طريق برانشين اسمهم الكوروناري ارتريز، واحد يمين والتاني شمال. بيجوا منين دول؟ بيجوا من الاسندنج اورطة. الاسندنج اورطة ده أول جزء من الاورطة، هو خارج من الكنتريكل يبتدي يطلع لك برانشين اسمهم رايت ليفت كوروناريز. والمعلومة دي أنا قلتها امبارح، قلت لكم ان اثناء السيستول الدم كله بيطلع ادي الفنتريكل اهو وادي الاورطه فوق اهو اللي احنا فاكرينه زي الكتاب. الدم هيطلع للاورطه، يخلص السيستول الاورطيك فالف يقفل، الدم عايز يرجع يلاقي الصناعه مقفول فيملى لك الكاسبس دي. الكاسبس دي بتملى اثناء السيستول، الدم اللي يخش جواها يطلع من الفتحات دي، من الفتحات دي يروح لمين؟ يروح للكوروناري. عشان كده قلت لكم ان الهارت ياخد السبلاي بتاعه اثناء الدايستول. اثناء ايه يا ولاد؟ الدايستول. طيب الكوروناريز احنا قلنا هما اثنين هما اللي مسؤولين عن البلاد سبلاي اوف ذا هارت، لكن هتتصدم ان شاء الله لما تطلع في سنه سته وتروح الجراحه بتاعت القلب والصدر، يقول لك ان الكوروناري يمثلوا ثلثين البلاد سبلاي. اذا هو في مصدر اخر للبلاد سبلاي للهارت، قال لك الدم اللي بيسيركليت من جواه بيغذي الاندوكارديوم وحته من المصدر. خلاص المعلومه دي حطها في دماغك، مش مكتوبه عندك في الكتاب ولا مطلوبه منك، لكن تبقى عارف ان ممكن القلب جواه اوكسجينيتد ودي اوكسجينيتد، لو عايز اكسجين ياخده من الليفت سايد واللي طالع منه دي اوكسجينيتد يخش على الرايت سايد، لكن في جزء من الهارت ياخد بلاد سبلاي من الدم اللي جواه اللي بيلف جوه الهارت. نبدا بقى بحضرتنا النهارده على الكوروناريز. رايت كوروناري، عارفين انتم ان الاورطه له ثلاثه كاسبس، والكاسبس دول اتفقنا قبل كده ماسكين فين يا ولاد؟ البيز بتاعتهم ماسكه في الفايبرس رينج بتاع الفايبرس سكيلتون، صح؟ وقلنا ان الاورطة في بدايته الكاسبس موجودة اهيت، احنا كده فاتحين خلاص، لكن لو هو مقفول البيز بتاعتي في الرينج والرينج اهي في المنطقة دهيت اللي فيها الكاسبس والبيز بتاعت الرينج ماسكه، البيز بتاع الكاست ماسكه في الرينج، الفايبرس تيشو بيبقى قليل شويه، الوول بتاع الاورطه ضعيف شويه، من البريشر يحصل فيه انتفاخ، الانتفاخ ده يسمى ساينس. يسمى ايه يا ولاد؟ يبقى عندي اورتك ساينسز عددهم ثلاثه. الانتفاخات دي بتبقى مناظره للكاست، الكاست من جوه، الانتفاخ ده على السطح الخارجي من بره. دول اسمهم ايه؟ Aortic sinuses. عددهم ثلاثة زي الكاسب. واحد anterior وعندي اثنين posterior. الاثنين البوستيريور واحد رايت وواحد ليفت. هبدأ بقى المحاضرة الرايت كوروناري. الرايت كوروناري بيطلع من الـ anterior aortic sinus. محدش يقول لي يعني ايه aortic sinus؟ aortic sinus ده بشوفه من بره ولا من جوه؟ ده الانتفاخ من جوه. اللي ناظره من جوه وجود الكاس، خلاص كده؟ بيطلع منه مين يا ولاد؟ بيطلع منه الرايت كوروناري. يبقى أول حاجة الأوريجن بتاعك من إيه؟ من الـ anterior sinus of the aorta أو الـ anterior aortic sinus. طيب الكورس بتاعه زي ما أنتم شايفين، مين ده يا ولاد؟ سيبوني من الكاميرا ده. مين ده؟ البالمونري ترانك. مين ده؟ سوري، ده البالمونري ترانك وده الأورط. طيب مين الحمرة دي؟ طب مين الحتة اللي مدلدلة دي؟ ده الرايت. عشان كده يقول لك إن أول ما يطلع الرايت كوروناري يمشي ما بين حاجتين، إيه هما الحاجتين دول؟ ما بين الأوريكل والبالمونري ترانك. ما بين الرايت كوريكل والبالمونري ترانك. حتى في المشرحه لما تروح تراجع عايز اشوف الرايت كوروناري، ارفع الرايت كوريكل هتلاقي تحتيه
رايت كولوريال. ارفع الليفت اوريكل هتلاقي تحتيه الليفت كولوريال. خلاص يبقى دايما الكولوريز بيبقوا مستخبين تحت ايه؟ الاوريكل ما بينهم وما بين البالمولاري بالك. ادي اول حته. تاني جزء بتاع اول ما يمشي ما بينهم يوصل للكولوريز سالكس او اللي بيسموه الاتريوم فينتريكولار تروب. له جزء انتيريور قدامك اهو شايفه، وجزء من ورا انا مش شايفه اسمه بوستيريور من ناحيه ورا، لان الكورونري سالكس دوت عامل زي الدايره، ما فوقه اتريوم ما تحته فنتريكل، حتى سموه اتريو فنتريكولار عشان بيفصل الاتريوم من الفنتريكل، وفي نفس الوقت بيبقى ماشي جوه مين؟ الكورونريز. هيبتدي ينزل الرايت كورونري الاتجاه بتاعه داونورد تو ذا رايت. يبقى اول ما خرج خرج من الانتيريور اورتيك سايتس، مشي ما بين الرايت اوريجن والبالمونري ترانك لحد ما وصل الانتيريور بارت بتاع الكورونري سايتس، نزل في الكورونري سايتس داونورد تو ذا رايت لحد النقطه اللي بيتقابل فيها البوردر ده. حد فاكر البوردر ده اسمه ايه؟ الرايت بوردر. واللي تحت ده وصل للنقطه اللي اتقابل فيها الرايت مع، وبعد كده راح لافف وراجع ورا. رجع ورا فين بقى؟ في البوستيريور بارت بتاع الكورونري سالكس او الاتريو فنتريكولار. يفضل ماشي فيه لحد ما ينتهي ان هو يعمل اناستموزس مع برانش هناخده من الليف اسمه سير كومبلكس. تاني الكورونري قلنا الاورجن بتاعه طالع منين؟ يلا طالع من انتيريور اورتيك سايت. هينزل ما بين حاجتين الاول رايت اوريجن و بالمولر ترانك، وصل الى انتيريور بارت اوف، نزل فيه الدايركشن بتاعه داون وورد تو لحد النقطه اللي اتقابل فيها اني بوردر، بعد راح لافف وراجع ورا. ورا فين؟ في البوستيريور بارت بتاع الكورونري سالكس. فضل ماشي لحد ما انتهى في الاخر فين؟ عمل اناستموزس مع سيركمبلكس. برانشات. اول برانش زي ما انتم شايفين عند البدايه بتاعته في الدايت. برانش ده اسمه رايت كونال برانش. اسمه ايه يا ولاد؟ الحته بتاعت الارتريز، فاكرين لما قلت لكم ان القلب في الامبريولوجي كان عباره عن انبوبه، والانبوبه دي في الاخر ليها فينوس اند وليها ارتيريال اند. الارتيريال اند دي كان اسمها كونس ارتريوزس، اسمها ايه؟ والفينوس كان اسمها ساينس فينوزس. حتى تلاحظوا ان الساينس فينوزس ده جزء منها دخل في الرايت اتريوم، كان يقول لك اسمه ساينس فينيريوم نسبة الى الساينس فينوزس. ده جاي منين؟ من فين؟ عشان كده الساينس فينيريوم تلاقيه ناعم ولا خشن؟ ناعم، ناعم زي الفين بالظبط. الكونس ارتريوزس ده اللي بعد كده في الفيوتشر يديك البالمونري ترانك والاسندنج اهوت. اهو البرانش اللي عندي دوت اسمه ليفت كولا، سوري رايت كولا. الرايت كولا دوت زي ما انتم شايفين يفضل ماشي ويجي على نهايات، يتفرع فروع صغيره جدا ويعمل سبلاي للاورطه الاسندنج والبالمونري ترانك. وخدتوا ان الارتري اللي يغذي البيزلز له اسم فازا فازورا، واللي بيغذي النيرف فازا نيرفوزا. اهو الكولا دوت هو الفازا فازورا. بيغذي ايه بقى؟ بيغذي الاسندنج اورطا الوول بتاعه، وبيغذي الوول بتاع البالمونري ترانك. ده اول برانش. يبقى اول برانش اسمه يا ولاد؟ رايت كولا. ليه رايت كولا؟ عشان طالع من انهي كولاري؟ كاسبين منهم عملوا سايلنسز وطلعوا الكولاري. الكاسب الثالث بقى في 30% من الناس يطلع لك البرانش ده اللي اسمه ايه؟ رايت كودل. في هذه الحاله الرايت كودل له اسم تاني لما يطلع يسموه السيرد كودل. يسموه ايه يا اولاد؟
الكورونا التالت. ليه؟ عشان ما طلعش منين؟ من الكورونا لما طلع منين؟ من الاسنتيك. ده في كام في المية؟ في 30% من الناس. ادي اول برانش اسمه يا ولاد رايد كودل دافازا بازورا، يطلع ويتفرع ويغذي لك الوول بتاع الاورطه والوول بتاع البلمونري تراكت. في 30% من الناس بيطلع من الكوروناري سوري من الاسنتنج اورطه. في هذه الحاله يطلق عليه سيرد كورنر. البرانش الثاني عند النقطه اللي اتقابل فيها الرايت بوردر مع الليفت بوردر اداك برانش اسمه رايت مارجنال. اسمه ايه؟ وعندما في رايت مارجنال اكيد في ليفت مارجنال. الرايت مارجنال دوت ينزل ويمشي على الانفيريور بوردر لحد قبل الايبكس بسنتي ونص تقريبا كده، ويعمل اناستموزس مع اخوه اللي اسمه ليفت مارجنال. بس الرايت مارجنال ده ماشي معاه مين؟ اكومبانيا فيه اسمها سمول كارديال فين. اسمها ايه يا ولاد؟ سمول كارديال فين ماشيه عكس اتجاه المارجنال. المارجنال ده يبتدي ينزلك الجزء ده من الفنتركل اللي اسمه رايت فنتركل وحته من الليفت. بعد كده البرانش الثالث، فاكرين لما لف ورجع ورا وهو ماشي ورايح ينتهي ان هو يعمل انستموزس مع السيركمفليكس؟ بيدي برانش من ورا ينزل في الجروف اللي ما بين التو فنتريكلز اللي كان اسمه البوستيريور انتر فنتريكول، وله اسم تاني بتوع القلب بيقول عليه الانفيريور، على انه على الانفيريور سيرفس. خلاص احنا هنقول اسمه ايه؟ بوستيريور انتر فنتريكول. البوستيريور انتر فنتريكولر ده يطلع من الرايت كورونري وهو ورا في الكورونري سايتس في الكورونري سايتس، وبعد كده ينزل في البوستيريور جروف ومعاه فين؟ الفين اسمه ميدل كاردياك فين. اسمه ايه؟ امال السمول كانت ماشيه مع مين؟ والميدل مع البوستيريور انتر فنتريكولار. ينزل البوستيريور انتر فنتريكولار عشان يانستموز مع اخوه اللي اسمه انتيريور انتر فنتريكولار. طب الانتيريور انتر فنتريكولار سوري البوستيريور انتر فنتريكولار ده غذي لك ايه؟ قال لك يغذي لك التو فنتركلز على الجنبين. هو نازل في الجروف على شماله الليفت فنتركل، على يمينه الليفت فنتركل، ياخد الحته اللي على يمينه وعلى شماله غذى التو فنتركل. يعني ايه؟ احنا كده بنبص من ورا ادي البوستيريور انتر فنتركلر اهو، وده مين ده؟ ده الرايت كورونري لما لف ورجع ورا. ادالك البوستيريور انتر فنتريكولار اهو. البوستيريور انتر فنتريكولار ده نازل فين؟ في الانتر فنتريكولار جروف. والانتر فنتريكولار جروف ده يناظر ايه جوه في القلب؟ السيبتم. يبقى اذا في هذا المكان موجود السيبتم، يبقى اكيد ده انهي فنتريكل؟ ده الليفت. ومين ده؟ الرايت. فاقول لك الحته اللي من الرايت الناحيه دي والحته اللي من الليفت الناحيه دي عمال يديها برانشات هنا وهنا. غزلك حته من الرايت وحته من الليفت. مش كده وبس، ده غزة كمان الجزء الخلفي من السبتم، البوستيريور سيرف بتاع السبتم. السبتم زي لو انتيريور بارت ولو بوستيريور بارت، هو غزة البوستيريور سيرف بتاعه. خلاص؟ يبقى تاني البوستيريور انتر فنتريكولار ارتري ده برانش من الرايت كورونري لما لف ورجع ورا في الكورونري سالكس، نزل في الجروب لحد ما انتهى ان هو انستموز مع اخوه اللي جاي من قدام اللي اسمه انتيريور انتر فنتريكولار. الديستريبيوشن بتاعه هيدي برانشز للرايت فنتريكل وبرانشز للليفت فنتريكل اللي جنب السيبتم مباشره، ويدي برانشات تخش في قلب السبتم تغذي لك البوستيريور سير بتاع السبتم. البوستيريور انتر فنتريكولار دوت فيه اختلافات كتيره. زي ما انتم شايفين ممكن يطلع لك من الرايت كورونري. في بعض الاحيان ما يطلعش مع
الراي الكورونري. يطلع من اللي بيستموز معايا الراي الكورونري اللي اسمه السيركمفليكس. والسيركمفليكس ده جاي منين؟ من الليفت كورونري. لو طلع من الراي الكورونري يقول لك في هذه الحاله اسمها راي دوميننس. يعني مين اللي واخد الدوميننس هنا؟ الراي. ليه؟ لانه ده البوستيريور انترفنتريكس. طب لو طلع بالسيركمفليكس ليفت يبقى ليفت دوميننس. في بعض الاحيان يطلع من الاثنين يبقى عندي كام ارتري؟ الاثنين. في هذه الحاله يسموها كو دوميننس. الاثنين دوميننس. ده بيدي وده بيدي. خلاص؟ في برضه الراي الكورونري هيديك شويه برانشات كده سمول برانشز للراي ابريم وسمول برانشز للراي فنتريكل. بس البرانشز اللي رايحه للراي ابريم بتغذي الاس اي نوت فين؟ في 65% من الناس 65 زي ما موجود عندنا في الكتاب. البرانش اللي رايحه للراي ابريم من الراي الكورونري هي اللي بتغذي لك مين؟ الاس اي نوت. والبوستيريور انتر فنتريكولار يديك للاي بي نوت برانش في 80% من الناس. يعني مفيش قاعده ثابته. بعد كده انا هكتب هنا كده اس اي نوت و اي بي نوت. الاس اي نوت 60% من الناس تاخد من الرايت كورونري وال 40% هيكون من الليفت كورونري. الاي بي نوت 80% من الرايت و 20% من الليفت. بعد كده في معظم الناس بالكونتاكت سيستم الكونتاكتنج سيستم سبلاي بالرايت ولا بالليفت؟ بالرايت. عشان كده يجي لك سؤال شهير ديب اكسبلانيشن ليه الاريزمياز مين الارتري اللي اتقفل يعمل اريزمياز اكتر؟ الرايت كورونري. في الكيسز كده العيان ده عنده اريزمياز يقول لك اكسبلين ليه عنده اريزمياز. ولو انت عرفت ان هو عنده اريزمي هتخمن كده انهي الكورونري اللي حصل فيه مشكله رايت ولا ليفت. غالبا لما بيحصل اريزمي بتبقى غالبا المشكله في الرايت لان 60% من الناس و80% من الناس بيبقوا صلايد الاس اي نود والاي بي نود من الرايت كورونري. عشان كده الرايت كورونري هو ارتري اوف اريزميز. لما بيحصل فيه مشكله بيحصل فيه اريزمي. كده خلصنا اول ارتري اللي اسمه كوروناري ارتري. رايت نعم. هني برانش. فين؟ هني برانشات للرايت فنتركل. في سمول برانشز للرايت فنتركل في سمول برانشز للرايت فنتركل. تعالى بقى للبرانش الثاني اللي اسمه ليفت كوروناري. ليفت كورونري الاورجن بتاعه برضه من الاسندنج اورطة بس المره دي هيطلع من انهي ساينس؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ ها؟ بوستيريور. ليفت ولا رايت؟ ليفت. يبقى طالع من الليفت اورتك ساينس. لكن الرايت كان طالع من انتيريور اورتك ساينس. اول ما يطلع بيبقى على شمال الاسندنج اورطة. بعد كده يمشي ما بين الاوريكل اللي اسمه ليفت اوريكل والبالمونري ترانك لغايه ما يوصل لبدايه الانتيريور انتر فنتريكولار جروف. عنده يتقسم اثنين. برانش ينزل في الجروف ده اسمه انتيريور انتر فنتريكولار وبرانش تاني يلف حوالين القلب ويرجع ورا يبقى اسمه سيركمفليكس. بعض الناس تقول لك السيركمفليكس ده هو كونتينيويشن للليفت كورونري على اساس ان ده برانش ما يبقوش ساعتها تبني البرانشز ان الكورونري ذات نفسه الليفت بعد ما يبني البرانش ده يكمل يبقى اسمه ايه؟ سيركمفليكس. تعال نشوف الانتيريور انتر فنتريكولار من اسمه كده هيمشي فين يا ولاد؟ انتيريور انتر فنتريكولار جروب لحد ما ينزل عند الانتيريور كوردر على بعد سنتي ونص.
وبعد كده يلف ويرجع ورا فين؟ في البوستيريور انتر فنتريكولار جروب، عشان دي انستموس مع مين؟ مع البوستيريور. حد فاكر البوستيريور ده كان جاي منين؟ ده رايت كورونري، بس ممكن يطلع من السيركمفليكس وممكن يطلع من الاثنين. مش قلنا الكلام ده؟ مين تاني في الاخر هو انستموس مع البوستيريور انتر فنتريكولار؟ ماشي معاك فين يا ولاد؟ الفين ده اسمه ايه بقى؟ جريد كارديال فين. اسمه ايه؟ خلي بالك احنا سمعنا عن سمول كارديال فين كانت ماشيه بقى انهي مارجن؟ رايت مارجن. وسمعنا عن ميدل مع البوستيريور انتر فنتريكولار، وادينا سمعنا عن الجريد ماشيين مع الانتيريور انتر فنتريكولار. الانتيريور انتر فنتريكولار دوت هيعمل ايه؟ زي ما عمل البوستيريور. حد فاكر البوستيريور عمل ايه؟ ادى برانشات الفنتركل ده والفنتركل ده جنب السيبتم. بس المره دي هياخد من السيبتم قد ايه؟ التلتين الاماميين. يبقى التلتين الاماميين للسيبتم واخدين من الانتيريور، والتلت الخلفي خد من البوستيريور. والحته بتاعت الرايت فنتركل والليفت فنتركل اللي جنب السيبتم تاخد من الارتر اللي في السيبتم. لو من قدام ياخده من الانتيريور، لو من ورا ياخده من البوستيريور. ده اللي اسمه ايه؟ انتيريور انتر فنتريكولار. في بدايته بيدي برانش بيروح للكونس، هنسميه ساعتها ايه؟ ليفت كونال. ايه الليفت كونال ده؟ ده اخو مين؟ اخو الرايت كونال. والكونال ده عباره عن ايه؟ بازا بازورا. دي سبلاي الاورطة والبلمونري تراك. طب تعالوا نشوف السيركمفليكس عمل ايه. السيركمفليكس دوت هيبدا عند بدايه الانتيريور انتر فنتريكولار جروب، ينزل لك في الكورونري سالكس. مين البوردر ده؟ ده الليفت بوردر. راح لافف حواليه، ومن هنا جت التسميه. اي حاجه تلف حوالين حاجه يسمى، كان في نيرف لف حوالين السيرجيكال نيك ده اكسلري او اسمه الثاني، وكان في ارترز بتلف حوالين النيك كانت السيرد بارت بتاع الاكسلري. انتيريور وبوستيريور سيركمفليكس هيومر. وادي واحد كمان سيركمفليكس اهو بيلف حوالين الليفت بورنر، وبعد ما لف يرجع للبوستيريور بارت بتاع الكورونري سالكس عشان ينتهي ان هو يعني استموز مع مين يا ولاد بقى؟ مع الرايت كورونري. ده اسمه السيركمفليكس. برانشات هيبني برانشات للليفت هيبلين وبرانشات للليفت فنتركل، وهيغذي الاي في نود في 20% من الناس. والانتيريور انتر فنتريكولار دوت يغذي 40% من الناس من الاس اي نود. التوزيع احنا قلنا ان الاس اي نود 60% هتاخد من رايت كرونري، و40% هتاخد منين؟ من الليفت كرونري. منين؟ من الانتيريور انتر فنتريكولار. الاي في نود 80% هتاخد من رايت، وال20% تاخد بالسيركمفليكس اللي هو ابن الليفت. الانستموزس، مين يجمع لي الانستموزس؟ ناقص ارتري كمان احنا ما قلناهوش، وهو بيلف حوالين الليفت بوردر كده يديك ارتري ينزل على الليفت بوردر كده اسمه ليفت مارجن، اللي هينتهي ان هو الانستموز مع الرايت مارجن. مين يقول لي بقى الانستموزس اللي موجوده على الارض؟ أول حاجة رايت مارجنال مع ليفت مارجنال، تاني حاجة انتيريور مع بوستيريور، سيركمفليكس مع رايت كورونري. أمال أنتوا بتقولوا لنا الأنستموزز ضعيفة وبتقولوا لنا إن ذا أرتريز، ما في أنستموزز إيه؟ قال لك طول ما أنت صغير الأنستموزز دي مش شغالة. في اليونج إيج مش شغالة. لكن بتبتدي تشتغل مع السن. مع السن ازاي؟ مع السن عرضه كلنا ان يجي لنا حاجه اسمها اثيروسكليروزس.
الدم اللي رايح للقلب هنا. فانت لما الدم بيتقطع القلب هنا بتدي فرصه للقلب ان هو يعوض، يبتدي يفتح لك الانستوموزيس دي. عشان كده دايما تلاقي بتوع دكاتره القلب العيان اللي عنده مشاكل في القلب او عنده زنحه صدريه ينصحه يقول له امشي كل يوم نص ساعه او ساعه. المشي بيفتح السيركيوليشن، لان انت وانت ماشي بتعمل ايفورت، بس الايفورت ده مش عنيف. بتخلي القلب ممكن يجي لك شويه بين خفيف، البين الخفيف دوت القلب بيتغلب عليه ان هو يفتح الانستموزس اللي هي كانت قافله عندك وانت صغير. يبقى اذا لو حصل كلوجر، بس الكلوجر ده سلولي، الشريان عمال يضيق، ده بيدي فرصه ان هو يفتح. لكن لو قفلت مره واحده بجلطه الانستموزس ما اشتغلش. وعشان كده يقول لك اللي جات له جلطه في القلب حته من القلب ماتت، مصل من القلب مات، الشريان اللي اتقفل الحته اللي بيغذيها ماتت. طب هتتعوض بايه؟ فايبرس تيشو. طب الفايبرس تيشو دوت كونتراكتايل؟ مش كونتراكتايل، هو قافل بس. بس لو الراجل ده اتنرفز بقى بعد كده ولا ضغطه عليه، المصل الاستيك فايبرس تيشو يفرقع. لما يفرقع ينزل جوه البريكارديوم، مش هي دي المشكله. الفرقعه ان كل الدم خلال دقيقتين هيبقى في البريكارديوم والعيان ده هيموت. خلاص؟ عشان كده دايما النصيحه في السن الصغير حاول تلعب رياضه. ليه تلعب رياضه؟ بتدي فرصه انك تفتح الانستموزس اللي قافله. وخلي بالكم احنا قلنا مرض الكورونري هو مرض السن الصغير. له اسباب كتيره، اولا استرس الحياه بقى صعب جدا. قاعدين خلصت سبوركس في 4 اسابيع. فيسيولوجي خلصنا كتابين، هيستولوجي مش عارف ايه. تروح ما تلاقيش مواصلات، تتخانق، تروح الاكل مش عاجبك، هتكاوي. والحاجات اللي متحمره في زيت بطالع عين، وعين اللي جابوه حمرها 50 مرة في الزيت ويشيله. كل الحاجات دي مع ستريس الحياه بتاعك تلاقي عندك الكورونرز تظهر في السن الصغير. كان زمان يقول لك الكورونري امراض الاولد ايج، دلوقتي الكورونري امراض اليوم ايج. خلاص كده احنا خلصنا الكورونريز. في حاجتين عايز اقول لكم عليهم ربما تتسال عليهم في كيزس. احنا قلنا لما بيحصل اسكيميا القلب بيحصل فيه اسكيميا بتبتدي تحس بالبين ده. البين ده بتحسه فين؟ ورا الاسترنم، وبعد كده ممكن يراديت الشمال للليفت ارم، للليفت ارم. في بعض الاحيان ممكن ينزل لك لفم المعده عند الابيجاستري. العيان جاي لك بوجع هنا كده وقلب، وانت سعادتك تقول له ده مكان المعده، ده التهاب معده. هو الراجل ما عندوش حاجه في المعده. عشان كده هتتعلموا ان اي واحد عنده 40 سنه في مفهوم جاله وجع في المعدة لازم تعمل له راس برد. طبعا انت صغير كده يقول لك ايه؟ ده انا عارف جارنا اللي عنده 50 سنة راح وعنده ألم في المعدة فعملوا له راس برد. ده مين الدكتور الحمار اللي عمل كده؟ ايه اللي جاب القلب هنا؟ ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ما تعرفش. أولا البين بتاع الهارت بيتشال على ايه؟ يا اما يتشال على الباراسمباثيك اللي هو الفيجاس، يا يتشال على السمباثيك. لو اتشال على الباراسمباثيك هتعلم في الفسيولوجي ان القلب المخ بتاعنا دايما متعود ان يريسيف البين من السيرفس من بره، مش متعود عليه منين؟ من جوه خالص. من جوه دونت ريسيف بين. عشان كده البين بيحصل له ايه؟ يقول لك شوف الفسرة اللي جوه ده سبلايد بايه؟ وشوف الحته اللي هو سبلايد بيها بتغذي ايه على الجلد، ودي البين على الجلد في المكان دوت. يعني ايه؟ دلوقتي احنا خدنا ان احد السمباثيك سبلاي جاي على تي واحد، صح؟ لما يخش على تي واحد، هو تي واحد ده بيغذي جلد؟ ده احنا خدنا في البريميال بريكسس كان بيغذي لك الارض. طب هو المخ متعود ان هو يرسيب من القلب بين؟ لا، لكن متعود انه يرسيب منين؟ من الجلد. يبقى اي حاجه تروح للمخ هيفسرها اوتوماتيك
كده جايه منين؟ من هنا، حتى لو جايه منين؟ من القلب. عشان كده القلب البيت بتاعه يبقى ريفيرد لمين؟ للليفت سايد بتاعك. طب ليه؟ دكتور انا مش فاهمه ازاي البرين ما بيستقبلش اي بيم من جوه الجسم. مش بيستقبل، لكنه مش متعود ان يجيله بيم من الفيسرا. الترجمه ان هي حاجه انت متعوده كل يوم تخرجي من باب الكليه دي، مش متعوده تخرجي من هناك، ده اوتوماتيك. كل مره بعد كده تلاقي نفسك، حتى انت لو عندك مشوار في اسنان تلاقي نفسك رايحه ناحيه الباب ده. ما بتحصلش احيانا كده؟ تلاقي نفسك انت بتعمل حاجه كل يوم وتيجي تغيرها تلاقي نفسك ماشي في اتجاه تاني خالص. هو ده المخ بتاعنا متعود ان البين ما يجيش من الجسم. حتى احنا قلنا الجسم ما بتحسش بالبين، ما فيهاش بين، لكن فيها اسكيميا. لما تجي له امبلسز بقى من الهارت هو هيقول ده الهارت فيه اسكيميا؟ ده لو هو هيقول لك الهارت فيه اسكيميا كانت اتشخصت بسهوله. لا، ده بيبقى ريفيرد. ريفيرد لفين؟ للمكان اللي بيغذي القلب لنفس المكان اللي بيغذيه على الجلد. لانه دايما تي واحد البيب بيجي له منين؟ من الجلد بتاع الارض. لكن مفيش بيب بيجي على تي واحد منين؟ من القلب. يوم ما يجي له من القلب بقى هو متعود على انه جاي منين؟ من هنا، فيبقى ريفيرد لهنا. ريفيرد لمين؟ للليفت ارم. طب ازاي هيبقى ريفيرد للاستومك؟ مع الاستومك ده مين اللي بيغذيها؟ الفيجس. يبقى لو البين اتشال على الفيجاس ساعتها تحس الالم فين؟ في الايبيجاستر، في المنطقه دي. عشان كده روتين اي واحد فوق 40 سنه وجاله ايبيجاستريك بين لازم تعمل له رسم قلب. لان ممكن الالم مش منين؟ من المعده، لكنه ريفيرد على مين؟ على الفيجاس. ومن الفيجاس ده ريفيرد فين؟ في الايبيجاستر. الكلام ده تبص سنه كام في الفسيولوجي في السي ان اس. حاجة اسمها البروجكشن ثيوري، نظرية الريفيرد بين، إن دايما البين دي واحدة. عارفين فكرة الإبر الصينية؟ إيه الإبر الصينية بتعمل إيه؟ لا، رد صبي مالوش علاقة برد صبي خالص. هقول لك حاجة، لو فرضنا إن أنت عندك إبيجاستريك بين فظيع، المعدة تعبانة أو بلاش، واحد عنده صداع نصف رهيب. الصداع النصفي دوت ده بين فلت. بيعمل له إيه دوت؟ بيجيب إبر ويحطها في الأماكن بتاعة السنسوري سبلاي اللي فيها الهيبك. في حتت معينة. أنت لما بتشكه بالإبرة أنت بتعمل له إيه؟ المخ مش بيستقبل حاجة واحدة في وقت واحد، ما ينفعش. تدي له حاجتين. يعني ما ينفعش يستقبل تاتش وبين في نفس الوقت. ما ينفعش تمبريتشر وبين في نفس الوقت، هو حاجة واحدة بس. فأنت بتلخم المخ بالإيه؟ بالوخزة بتاعة الإبرة. فساعتها بينسى الصداع، يعني كأنك بتضحك عليه. ها؟ بتضحك عليك إيه؟ إن أنت بتعمل له حاجة تلخمه بيها عن الحاجة الأولانية. دي فكرة كمان الكوي. في ناس يقول لك بنعمل كلي، هو الكلي ده عبارة عن إيه؟ أنت بتعمل له بين في السكن عشان تلخمه عن البين اللي في مكان تاني. الكلام ده كله هتاخده السنة الجاية في الفسيولوجي. نعم. دكتور هو الفيجاس بارس اسمع بس يا ولد. اه. الفيجاس بارس انسبت صح؟ اه. والبارس انسبت اصلا ما بيشيلش بيه. في حاجة اسمها فيسترال سنسيشن. جاي من الفيسترال، أنا ما قلتش فين. هو شايل فيسترال سنسيشن. هتاخده السنة الجاية في النيورو برضه. ان السنسيشن نوعين، يا يعني يجي من الجلد يا يعني يجي من الفيسرا. مش شرط مين، ما احنا قلنا الفيسرا سنسيتيف للاسكيميا. طب والاسكيميا ده نوع من انواع الباثولوجي. سنسيشن هيتشال على الفيكس. لكن ملوش علاقه بالبين، هيبقى ريفيرد على مكان بيغذيه الفيجاس تاني. زي الايبيجاستري. خلاص؟ في حاجات تانية خدتوها اللي بيجي له مثلا مرارة يجي له في الرايت شولدر. اللي مثلا بتاع الدايفراجماتيك الفرينك نيرف، لو الدايفراجماتيك بلورا فيها بلورسي لا تروح له الرايت شولدر. رايت شولدر ليه؟ عشان الفرينك هتعرف ان هو سي 3 4 5 3 4 5 هنا. ما تجيلوش من الفيسرا، تجي له من هنا يبقى ريفيرد هنا. هي الفكره كلها ان الفيسرا ما بتحسش بالبين. لكن في فيسرال سنسيشن. خلاص؟ هنبتدي بقى ناخد الفينس دريدج.
مفيش عندي حاجه اسمها كورونري فين زي ما في كورونري ارتري رايت وليفت، مفيش ليفت كورونري فين ولا رايت كورونري فين، لكن في حاجه اسمها كورونري ساينس. كورونري ساينس دي شايله كل الفينوس درينج بتاع الهارت وتوديه في الاخر فين؟ في الرايت انتيريور. ملهاش علاقه لا بالسوبيريور فينا كافا ولا بالانتيريور فينا كافا. بس في بعض الفينز ما تفتحش في الكورونري ساينس، تفتح مباشره في الرايت انتيريور. كل بيسميهم انتيريور كارديال فينز وحاجه اسمها فينا كوردس مينيوم. دول مباشره بيخشوا على الرايت انتيريور. ما لهمش علاقه فين؟ في الكورونري ساينس. طب تعالوا نشوف الكورونري ساينس ايه ديت. قال لك ده عباره عن شورت وايد فينس تشانل. طولها تقريبا 3-4 سنتش. موجوده في البوستيريور بار بتاع الكورونري ساينس. يعني موجوده فين؟ على السطح الخلفي. ما بين البيز اللي كانت معموله بالليفت اتريوم وما بين الدايفراجماتيك سيرفيس اللي معمول تلتين وبالليفت فنتركل وتلته بالرايت فنتركل. يعني هو بيفصل الانتيريو سيرفيس من البيز. هو ما بينهم الكورونري ساينس. طب الكورونري ساينس ده اتكون ازاي؟ قال لك فاكرين الصوره دي من قدام؟ كان في انتيريور انتر فنتركولار جروف. كان في قطر اسمه انتيريور انتر فنتركولار ارتري. كان ماشي مع مين؟ حد فاكر اسمه ايه؟ جريك كارديو جيم. ده يبدا من عند الابكس ويأسند ابورد لحد ما يوصل فوق لنهايه مين؟ انتيريور انتر فنتركولار. طب يعمل ايه بعديها؟ يلف حوالين الليفت بوردر، يعمل نفس العمله اللي عملها مين؟ ويلف ويرجع لك ورا. لما يرجع ورا هنا يغير اسمه يبقى اسمه كورونري ساينس. عشان كده الكورونري ساينس بيعتبروها continuation of great cardiac vein. تمشي الكورونري ساينس وتيجي تفتح لك في الباك بتاع الرايت اتريوم على شمال الاوبننج بتاعت الانفيريور فينا كافا. وعلى الاوبننج دي موجود فالف. هذا الفالف بيمنع الدم بعد ما دخل الاتريوم انه يرجع تاني لمين؟ للكورونري. ونفس الفالف دوت موجود فين؟ في الانفيريور فينا كافا. لكن السوبيريور ما فيهوش لانه نازل بالجرافيتي. اما دوت في فالف وده اسمه وده في فالف. الفالف اللي في الانفيريور فينا كافا له اسم مش عليك. لكن افتكروا دايما بكلمه بوستيكيان عشان في حاجه اسمها بوستيكيان تيوب. الفالف اللي اسمه بوستيكيان. التاني دوت اسمه امبيزين. مش مشكله الاسماء دي خالص، بس انا عايزك تبقى عارف ان في فالف هنا في الكورونري ساينس وفي فالف في الانفيريور فينا كافا. والاوبننج بتاعت الكورونري ساينس فتحه في الرايت اتريوم على شمال الانفيريور فينا كافا. وكان فوقيها ب 10 مللي كانت موجوده الاي بي نوت اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. كورونري ساينس ديت التريبيوتريز بتاعتها. اول حاجه هتاخد من الجريت كارد صح ولا غلط؟ ادي اول واحد. نمره اثنين احنا كده على البوستيريور سيرفيس. وانت على البوستيريور سيرفيس كان في فين اسمه ميدل كارديال ده يفتح فين؟ الكورونري ساينس. كان في فين موجود هنا مشمع ارتري على الانتيريور بوردر اسمه سمول كارديال اهو شايفينه جاي من الرايت سايد ويفتح فين؟ الكورونري. في فين تاني على الليفت اتريوم من ورا اسمه الاوبليك فين اوف ذا ليفت اتريوم ده بيفتح في الكورونري ساينس. كل ديت بتريسيف الدم بتاع مين؟ بتاع القلب. بس في معلومه لازم تلاحظها. حد فاكر ده كان اسمه ايه؟ جريت كارديك صح؟ ولما طلع فوق ولف بقى مع مين؟ مع السكن فليكس. لاحظ المعلومه دي ان ده لاول مره في حياتك تلاقي ان الارتريز والفينز الدايركشن بتاعهم ذا سيم. كنت دايما تاخد الريديال ارتري نازل والفينا كوبيتال بتطلع. اكزيلاري ارتري طالع اكزيلاري فين طالع. اكزيلاري ارتري نازل والفين طالع. يعني دايما الارتريز اتجاهها عكس اتجاه الفينز الا في القلب. اتجاه الدم في الجريت كاردياك لما لف ومشي مع السيركمفليكس بقى هما الاثنين ماشيين في ذا سيم دايركشن على الباك بتاع مين؟
بتاع الهارت الكورونري ساينس. كورونري ساينس ممكن تجيلك الامتحان سؤال تتكلم على كورونري ساينس كده. الجزء بتاع البلاد سبلاي بتاع الهارت خلص. في عندك شويه حاجات بقى كده متجمعه كده يقول لك الديستريبيوشن. الكلام ده للفهم عشان تبقى عارف الرايت فنتريكل خد بلاد سبلاي منين. يقول لك ده من الرايت كورونري بس في حته خدها من الليفت. ده تجميعه ليك محدش هيسالك فيها. التجميعات اللي عندك بتاعت الديستريبيوشن بتاع الرايت كورونري والديستريبيوشن بتاع الليفت كورونري وبعد كده جايب لك كل حمره وابن سبلاي ليه. يقول لك الرايت اتريوم من الرايت كورونري، الليفت اتريوم من الليفت كورونري، الهيفي نود التجميعه بتاعتها 80 و20، الاس اي نود 40 و60. الكلام ده ليك عشان خاطر الشفوي، بس عايزك المعلومتين اللي تطلع بيهم النهارده حاجتين. اول حاجه ان الارتري اللي مسؤول عن الاريزمياس هو الرايت كورونري عشان بيصفاي معظم الكوندكتنج سيستم. المعلومه الثانيه ان الانستموزس في اليونج ايج ضعيف بالرغم انها موجوده الا انها مش شغاله. تشتغل لما يحصل سلو اوكلوجن. يحصل قفل الكورونري على مراحل. ضيقت شويه يخلي تفتح شويه. لكن لو قفلت مره واحده عمرها ما بتفتح. والهيلينج دايما بيبقى فايبرس تيشو والفايبرس تيشو ليس له القدره على الكونتراكشن. خلاص؟ في اي مشكله في البلاد سبلاي؟ البلاد سبلاي كيزس بتيجي. اعتقد اخر اربع سنين كلها كيزس للكورونافيروس. مش هتلاقي امتحان الا فيه كيس. حتى امتحانات البوست جراديوت عندنا كورونافيروس. امتحان الدكتوراه تاني كانت لي كيس على الكورونا بس مش الكيس بتاعتكم دي حاجه ثانيه يعني. خلاص؟ لان ده موضوع قاتل. شفوي هتتسال في الكورونا لان هو ده مرض البصر. حد عنده اسئله؟ عشان احنا قلنا ده تسعه. لما تيجي تخش هتخش على تي واحد. تي واحد دوت مستقبل سيمباثيك لكنه بيغذي الجلد بتاع مين؟ بتاع الميديال سايد. فالمخ متعود ان الدقن البين بيجي له منين؟ من السكين، ما يجيش منين؟ من الهرم. فلما يجي له سيفليشن هيعمل لها ريكال منين؟ الجلد بتاعها. خلاص؟ حد عنده